الأداة الثالثة اللي راح ناخذها اللي هي suggestion، الاقتراح. طيب الاقتراح ايضا شغلته بسيطة، بس انه لازم ننتبه على شغلة، انه كل موضوع يعطيك اياه لازم بلوفة بشغلة منها بشغلة منها. بالسجستشن الاقتراح راح نستعمل shall we، let's، shall we and let's، وايضا عندنا we could. هذني شغلتين بسيطة ما عندنا اشكال بيهن، لكن shall we نهايتها علامة استفهام، ال we could وال let's نهايتها نقطة. أيضا يجينا وراهن فعل مجرد، فعل مجرد، يعني مثلا إذا قال لنا have lunch، وبين قوسين قال لي suggestion، هنا عاد احنا ما عندنا اشكال نستعمل عندنا ادوات، لكن اذا استعملنا let's، let's have lunch، فلازم نخلي نقطة. لكن اذا استعملنا shall we have lunch، فهنا راح نستعمل علامة استفهام. الشغلة الأخيرة اللي راح ناخذها هي الأفر، الأرض. شوي نكتب عدل، أفر، العرض. العرض أيضا نستعمل would you like me، shall I، هذين الاثنين يجي وراهن فعل مجرد وفي آخر الجملة علامة استفهام. أما الآيو فيجينا أيضا وراها فعل مجرد لكن بالأخير نقطة. carry your box، بين قوسين قال لي سوي لي أفر. طيب هنا شو راح يصير؟ راح يصير نختار واحدة، إذا اختارينا شراي carry your books راح نخليه بالأخير علامة استفهام، لكن إذا قلنا I'll carry your books فراح نخليه نقطة. طيب نرجع نقول ما معقولة إن الموضوع يصير بهاي السهولة، لا بالعكس اكو تفاصيل، وأهم التفاصيل هاي إنه تجي صيغة السؤال مختلفة. يعني مثلا advice your friend to do his homework. طيب صيغة السؤال اختلفت، هو شو يريد من عندي؟ يريد من عندي advice، نصيحة، نصيحة. طيب احنا راح نشوف صفة جيدة سيئة. طيب طبعا عندنا الهومورك واجب البيتي، ولو اغلب الطلاب يعتبروه صفة سيئة لكن نعتبره صفة جيدة، اللي هو you should. طيب ال you should يجي وراها شنو؟ فعل مجرد. طيب عن ادفايس اللي هي صيغة السؤال your friend هذا مو فعل، التو يجي وراه فعل مجرد اللي هو do، you should do. طيب الهز نبطيها؟ لا، الضمائر تتحول، لكن شلون نحول الضمائر؟ تحويل الضمائر راح تلقوه برابط اسفل الفيديو جوا في جروب صف السادس اعدادي. طيب اذن الهز ايش راح تصير؟ راح تصير your homework. يا يعني شلون غيرنا الهز صارت يور؟ ايضا قلت لكم راح تلقوه في رابط اسفل الفيديو شلون صارت الهز، وراح تلقون بقية الضمائر. طيب مثال اخر ask your friend
to give you his novel. ايضا هنا يريد من عندي ask، يعني يريد من عندي طلب. asked اطلب، اذا يريد طلب مؤدب. بالطلب المؤدب ايش راح تصير عندي؟ راح تصير عندي هنا راح نستعمل يا اما can you او نستعمل may I. طيب ال could you او ال may I يجي وراها فعل مجرد. طيب وين الفعل المجرد؟ give you his novel. بالنسبة تحويل الضمائر اليو راح تصير مي والهز راح تصير يور، وما دام عندي مي راح تصير عندنا could can you. اذا الجواب الصحيح انه راح يصير عندنا can you. اذا مشكلتكم بهذا الموضوع هو في تحويل الضمائر، فقبل ما تدخلون بالحاله الثانيه او صيغه السؤال الثانيه لازم تحفظ تحويل الضمائر، فاذا عرفت تحويل الضمائر راح شويه تسيطر على الموضوع اكثر. شكرا جزيلا.